Bonsoir à toutes et à tous. Azul Fellaouna Itmaïsma, marhaba bikoum pour cette seconde vidéo. Nta lyoum lhal dimanche. Inch'Allah, vous avez passé un bon dimanche. Lhal kan chouya sekhoun. Mba'd tala't daraja al-harara. Gwit dikhik. Donc, dikhik tala't hatta 30-31 degrés. Voilà. Alors, ma'lish, hadi hiya. C'est l'été. Donc, voilà. Essayez de boire beaucoup d'eau. Bark hada makan. Ou n'nas li ma'ndha ma dir. Il faut rester à l'ombre, الناس اللي ما تخدمش الناس اللي تخدم ساكن ربي يعاونكم اي فوالا. الوغ راح نتكلموا على هذاك السيد هذاك اللي جا الخطيفات بعثوه لي الاخوان الانسان هذاك الاخوه كنقول الاخوه راهم سي لي زامي انا ما عندي حتى علاقه بالاخوه سي لي زامي دونك دي زامي بعثوا لي واحد الفيديو تاع واحد السيد جا خلقان هكذا ويسب في الناس تاع المسجد وتوسا تعبت باش يا اخي شفت انا قلت لكم بلي في الغواط لوك سي فو عندهم جامع في الغواط عندهم زوج خلاص اسمه هكذاك بصح سي با الغواط هضرت مع شيف دو كابيني تاع الغواط قال لي ما تاع ولايه الغواط قال لي نو قال لي ما حنا ما عندناش هضر هو مع مدير شؤون دينيه قال له حنا ما عندناش هذا الحد هذه من بعد جيت تحوس شويه الحمد لله جي شويه ريفي مي العشيه خلاص قفلوا ما لازمش نزيد نعيط اليوم غدوه ان شاء الله الصباح نكلمهم ان شاء الله سيتي وهرن وبالضبط في عيون طرق شرط في عيون طرق والناس نتاع المسجد هذوك اللي نحييهم الناس اللجنه نتاع المسجد رايحين اذا بوتيت ريزون ديجا بورتي بلانت كونتر سو مسيو هذا السيد اللي جا يقول لهم نقتل وعلاش تقفلوا المسجد وما نعرف واش وما نستعرفش بالدوله اي توسا دونك هما اتصلوا بوش يقولوا اتصل بهم تو دابور وزير مدير شؤون دينيه نتاع وهرن وطلب منهم ديزيكسبليكاسيون على الشيء اللي صرا قالوا له يا ولدي حنا رانا قفلنا المايضه علاش المايضه نخليوها غير كي الناس تحب تجي باش غير باش كي تجي تحب تصلي قبل الصلاه 14 ساعه ولا حاجه نحلوها الناس توضا تخش تصلي بصح باش نبقاو ديما حالينها قال لهم كاينين الاخرين يروحوا للبحر ويجيو يدوشوا عندنا وحنا ما عندناش الماء وعندهم الحق الماء ناقص كما قال الانسان على هذاك حنا عندنا تعليمات من عند الدوله باش نقفلوا المساجد هي سيفري المساجد يتقفلوا ما فيها لا هكا لا هكا الدوله هي اللي تكوموندي ما كان ميكوموندي حتى واحد الدوله هي اللي تقول تقفل على قداه ويتحل على قداه المسجد ما دام عندنا الناس ما تحترمش القوانين
دونك هذا السيد هذا كما قلت لكم ان شاء الله غدوه جو في بارلي افيك لو ديريكتور دي زافير ريليجيوز نتاع وهران باش نشوفوا نعدل المشكله نتاعهم. جو في فير انكور ان بابيون سو سونس باش الناس تحمي المساجد نديروا ان شاء الله يخرج غدوه ان شاء الله بيتيت غدوه غير غدوه يخرج غير غدوه يخرج لا نوفال ريبوبليك. اون فان بارلي سور هذا السيد هذا. قبل هذا كاين واحد السيد حط مكتوب في لاباج تاعو اوغيس اوغيس قال لي انت تقول بلي القران ماهوش نحب نواجه نجاوبه. قال لي تحيه كبيره الى خوتنا في الاوراس بلاد الشويه الاحرار الفحوله. قال لي انت تقول بلي العربيه ماهيش لغه القران، هو اقرا شوف القران ومكتوب انا نزلناه قران عربي. دونك بور سو مسيو هذا السيد هذا نحترم رايو على كل حال، نحترم رايك سيدي. سامبلومون لازمك انا نزيد نقول لك بلي حتى انا كنت كيما انت نحسب بلي القران هذا بالعربيه كيما قال واحد بعثه ربي وجا بالعربيه مكتوب وكذا. من حتى من بعد كي درنا ابحاث وشفنا على كل حال انا مانيش شو با ريليجيو، انا ما نعرف والو في الدين باش نتفاهم ليه، مي انا نخدم مخي ونشوف هذا القران هذا. ديجا نهضروا على النسخه هذيك نقولوا هاك النسخه، كان بزاف الناس ما يعرفوش واش هي النسخه. هو يحسب النسخه هي حاجه جات من عند ربي وكذا، نو النسخه سي كوبي سي اون كوبي. يقول لك واحد هاك روح هاك البيرمي نتاعي روح دير لي نسخه منه ولا دير لي زوج نسخ منه ولا دير لي ثلاثه، سيتادير دير لي دي كوبي سي كوبي هذا ما كان، سي اون كوبي هذا ما كان. القران كما قلت لك يا لهذا السيد هذا خونا هذا نتاع الاوراس، لو كان جاء القران هبط من عند ربي سبحانه عز وجل وجا هابط الليفر جا هابط ورحنا احنا نجري ولا راحوا هذاك الوقت هذاك الناس يجري ولقاو الليفري هذاك مكتوب بالعربيه نقولوا جا بالعربيه سي فري، مي سي با كوم سا سي با كوم سا. ما نزل لا من عند ربي كما يقول واحد ما والو. هذا القران كيف جاء وحي عند النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد. كيفاش وحالو كيفاش وحالو؟ كيما نقولوا حنا جبرائيل ولا كي يرقد ولا كي ينام ولا واش يقول، يقول له ها واش كان ها واش كان ها واش كان ها واش كان ها واش كان. ومن بعد سيدنا محمد يقول لصحابه هذوك اللي تما شكون هما صحابه، ماهمش قور ماهمش يهود ماهمش طلاين باش يكتبوه بالطليانيه، ماهمش شاويه، لو كان جاو شاويه كانوا يكتبوا بالشاويه بتاتر، ماهمش قبائل سينو كانوا يكتبوا بالقبائليه، عرب عرب كتبوه باللغه اللي يعرفوها باللغه العربيه. هذه وحده. كيف اسمه قلت لكم هذا وحي كيما يقول الانسان. ومن بعد وقتاش تكتب القران هذا؟ تكتب ابري دي زاني دي زاني، ما تكتبش تما باسكو الوقت هذاك ما عندهم لا ستيلوات ما يعرفوا لا يكتبوا ما والو، حتى ومن بعد الاف السنوات باش تكتب القران هذا باش يكون في علمكم بكري ما كتبوهش. وزيد كاين حاجه، نزيد نعطيك حاجه لهذا خونا تاع لوريس هذا، يعرف باللي القران هذا راه ماهوش كيما قال واحد سي با ماهوش قضيه اللغه العربيه ولا اللغه الطليانيه. ايماجينو انا دوكا نرقد في الليل ونشوف منامه باش يتكلم معايا السيد اللي يجيني بالمنامه يتكلم معايا باللغه اللي نعرفها بالدارجه ولا بالفرنسي، لو كان يتكلم معايا بالالمانيه نفهم له ما نفهملوش، دونك على هذا كيتكلم مع اللغه نتاعي اللي نعرفها. وسيدنا محمد تكلم معاه باللغه اللي يعرفها كعاد اللغه العربيه، لو كان جا سيدنا محمد يعرف اللغه الفرنسيه كان يتكلم معاه بالفرنسي، لو كان جا يتكلم معاه باكزومبل يعرف الترقيه كان يتكلم معاه باللونغ ترقي، مي هو يعرف العربيه يتكلموا معاه بالعربيه وهو هذا ما كان. دونك وزيد كاين حاجه لازمك تعرف هذا خونا الاوراس باللي سيدنا محمد 40 سنة سيدنا محمد وهو مسيحي وهو مسيحي يصلي بالمسيح مع المسيحيين وهو مسيحي. كيفاش كان يصلي بالمسيحية أو يصلي بالمسيح باش بالفرنسي ولا بالانجلي؟ هاو بالعربية كيما قبيت اللي نعدت لكم قبيت بالعربية، الناس مسيحيين يقراوا بالعربية ويدوا بالعربية سيت اون لونغ تو كور ما فيها لا هكا لا هكا. راهم الناس اللي يحبوا يزيدوا برك ولغة القرآن ولغة الجنة هي العربية وهذو العرب يقولوا كيما هكا الله يسهل عليهم يقولوا واش يحبوا. على كل حال هما سون ليبر بون. واحد كيما يقول الإنسان زيد في صورة سيدنا يوسف كيما كتبت لك قبيلت. سيدنا يوسف شكون هو؟ سي جوزيف. وجوزيف هذا ما عنده حتى علاقه بالاسلام وما عنده حتى علاقه بالعرب. داير كي كان جوزيف هذا اللي سميوه هما يوسف الوقت هذاك الاسلام ما كانش
ما كانش الاسلام، ما كانش اكزيستي الوقت هذاك، خلاص كانت غير المسيحيه كما قال واحد واليهوديه، ما كانش الاسلام. الاسلام جاء بعد، هو اللي جاء الاخر خلاص. دونك هذا جوزيف هذا راه ما عنده حتى علاقه بالاسلام، كيما ابراهام كيف كيف يقول سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم هذا نيكزيستو با، راه ابراهام. واش هو العرب كيكتبوه كتبوه ابراهيم، سيتو هذه هي. بون سيدنا موسى بيكسون، سيدنا موسى في القران مكتوب سيدنا موسى، بصح هو اسمه الحقيقي سي مويز، سي مويز. ما سيدنا عيسى، اسكو سيدنا عيسى اسمه الحقاني سيدنا عيسى؟ نو، سيدنا عيسى هو جيزو، هو جيزو. كيما نقولوا حنا سيدنا جبرائيل بيكزومبل، جبرائيل سي كي؟ جبرائيل كانوا بكري كتبوه جابرييل. لا سانت فيرج ماري، لا سانت فيرج ماري شكون هي؟ لا سانت فيرج ماري حنا نعيطوا لها سيدنا مريم، مي ماهيش مريم، سي لا سانت فيرج ماري. ما تقوليش راهم حرفوه، حنا اللي حرفنا ماهوش هما اللي حرفوه، اختي اسمها لا سانت فيرج ماري، وحنا قد كتبنا لها سيدنا مريم. دوك علاش نقول لك حنا اللي حرفناه؟ سيدنا حنا شكون؟ المسلمين والعرب هما اللي حرفوه، خاطرش لو كان جاو، لو كان جا القران هو اللي جا الاول ومكتوب فيه سيدنا مريم، سيدنا مريم، وهما راهو حطوها لا سانت فيرج ماري، الوقت هذاك نقول لكم هما اللي حرفوه، باسكو هي جات سيدنا مريم وما راحوا كتبوها لا سانت فيرج ماري، مي هي جات عندهم هما الاولين، كانت هما الاولين اللي جاوا عندهم هذو. ديجا لا سانت فيرج ماري ما عندها، سيدنا مريم ما عندها حتى علاقه بالاسلام، هي ام واش يقولوا سيدنا عيسى، ام جيزو. دونك هذا باش يكون على بالو سي خونا هذا اللي كتب باللي صورت يوسف، يعني شغل يوسف هذا راهو مسلم والله راهو ما هو لا مسلم لا هو عربي، باش نتفاهموا مليح. داير المسلم الانبياء كامل، الانبياء كامل كل ما راهم يهود، وراهم عندنا غير حنا سيدنا محمد برك. حتى الملائكه، الملائكه مسمين كله حتى في القران مسمين على اليهود وعلى الاخر، ما كاينش حنا ما عندناش اسم تاع العرب. على كل حال هذا السيد هذا اللي جا ومسكين وحمق على الناس هذو، قال لك لازم تحلوا المسجد وحنا لو كان ما تحلوش حنا راني نقتل وندير منها. بزاف الناس اللي قال لك علاه الدوله ما تدخلش، وهذا السيد هذا تصرف معاه ولازم تدي الحبس ولازم منا لازم منا. معليش انا نأيدكم فيها الشيء اللي تقولوه، بصح اسمحوا لي انا ما فهمتش انا هاد الناس هذو نتاع الدوله اللي هما يربيو لنا ناس كيما هذو ومن بعد يروحوا في الحبس. اسكو انتم تفهموا هذا الشيء؟ هذا السيد هذا مسكين هذا، انا بور مو ضحيه هذا السيد هذا، خاطرش هو قراتو الدوله وقراوه في ليزيكول نتاعنا وقالوا له يا ولدي الدين هذا هاو راهو عباده وراهو ماهوش كيما قال واحد، جي انت تقول انا على جات الدين نقتل وانا هكذا وانا هكذا. لو كان قراوه ما كانش يقول الشيء هذا، مي دي مومون كو قراوها ناس اللي هم الصحابه والاخرين وقتلوا وضربوا العنق كيما يقولوا هما، هاو جاي يقول كيما هما، هو قرا لا تيوري وجاي يحب يدير لا براتيك، فوي. دونك انا مانيش يعني شو با تري شو لهاد الناس باش يديهم الحبس هذا، انا بعد ما نحبش يديهم الحبس. انا شتا كيما كتبوا لي خويا قلت نو كيفاش انت تدافع عليه، انا ما ندافعش عليه، انا نقول باللي السيد هذا مسكين راهو حتى ولي يكون غالط في كلماته وقال حوايج تخي غاف، راني معاكم، بصح ضحيه، ضحيه هذا كيف اسمه تاع البوفوار نتاعنا اللي خلى المدارس نتاعنا تربي وتجيب ناس كيما هذو. اي سون اون تران دو نو كري كيما قال واحد، راهم قاعدين يفورميو لنا في ناس دي بومب هيومان، سي سون دي بومب هيومان. هذا السيد هذا قادر يقتل، قادر يفجر روحه، قادر يدير، بصح انا ما نلوموش. علاه؟ باسكو قراوه في ليزيكول نتاعنا، ليزيكول نتاعنا يخرجوا ارهابيين كيما الارهابيين نتاع التسعينات اللي طلعوا يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس. منين جاو؟ جاو من عند اليهود ولا جاو من عند الكور ولا جاو من عند، جاو خرجوا من ليزيكول نتاعنا، خرجوا من ليزيكول نتاعنا. زادوا جاوهم اخرين جزائريين راحوا لفغانستان ورجعوا من فغانستان كيما قال واحد، هامي جاوا يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس باسم ربي سبحانه وعز وجل. دونك المسؤوليه ترجع للمسؤولين نتاعنا اللي ما عرفوش كيفاه يوليو يقريو الناس في الدين نتاعنا الحنيف، الدين اللي ما يهدرش على العنف. خاطرش انا نقول لكم الحق، انا الصوره كي تجي في الصوره وتلقى فيها اضرب العنق وقتل وذبح، وانا هذه كامل نقول بلي ربي ما قالهاش، ما قالهاش ربي سبحانه وعز وجل، ربي ما يقولش الشيء هذا، انا متيقن بلي ربي ما يقولش الشيء هذا، ربي عمره ما يحرش عباده على عباده، جامي جامي. وهذه لن ترضى عليكم اليهود والنصارى، يسمى هذا ربي نتاعنا احنا، ماهوش تاعهم هما، غير كذا، ربي نتاعنا يقول لنا هذا الشيء هذا، انا معاكم، متفق معاكم،
مي مادام ربي هذا حتى هو نتاع اليهود ما يقولش ما يقولش هناك ربي هذا نتاعنا راهو ربي نتاع اليهود، ربي نتاعنا ربي نتاع المسيحيين، ربي نتاعنا ربي حتى نتاع الناس اللي ما تمنش. وعلى هذا ما يحرش الناس على الناس يقول لهم مالا ربي معنا احنا معنا احنا ضد الاخرين. ما يكونش ربي يكون كيما هكا امره، ربي ماهوش رئيس ولا الروا ولا من اللي باش يقول لك يا اقتل الناس ولا اضرب الناس ولا دي. لا لا لا، ربي ديجا هذا كيف اسمه سيدنا محمد عنده عمه هذا يا اخي ما منش بسيدنا محمد خلاص، وجاو الصحابه وجاو الناس قالوا كيفاش وما يمنش وكيف نخليوه كيما هكذا وكي لازم يا اخي. من بعد يقولوا باللي نزلت صوره وقالت له انك لا تهدي من شئت يا محمد بل الله يهدي من يشاء. اي سي نورمال، ربي سبحانه عز وجل هو اللي يهدي من يشاء، سي نورمال. ربي ما يقولش قلت له كان عين رب العالمين يدير كيما هكا يقلبها سفيها على عليها، ما يستناش في انا ولا فيك انت ولا منا باش تقتل ولا تذبح ولا ويقول لك انا نتقرب الى الله نقتل باش نتقرب الى الله. مي فوزات مالاد، انت دير كريم وتقول نتقرب عند الله حتى ولو كيف اسمه كافر، حتى ولو كافر نروح انا نقتلو، ربي خلاه وانا نروح نقتلو. سي با نورمال، هذه الناس لازم المسؤولين تاعنا يوليو يعاودوا هذا، المسؤولين تاعنا يعاودوا لي زيكول تاعنا باش الناس تعرف ويضلوا يتكلموا بالدين. الدين ما عمر لازم يكون دين تاع سلام. الدين الوحيد اللي باقي اليوم الناس تقتل باسمه هو الدين الاسلام. الاديان كل حبسوا، حتى بكري كانوا الاديان يقتلوا. شفتوا بكري كيفاه لي كاثوليك ولي كريتيان واللي ينحيو في دماغين بعضهم ها، مي دركا حبسوا خلاص، عرفوا باللي ما كان الدين هذا لازم يخليوه ترونكي. حنا مازلنا حنا باسم الدين يجي هاك شوف السيد جا مسكين بور لوي كيما قال لك انا بور الدين نقتل ما نستعرفش علاه باسكو الناس قراوه كيما هكا. وعلى هذا انا نقول باللي السيد هذا انا ماذا بيا لو كان كيما حتى كيعيطوا له ليزوريتي يديوه ويعطيو له لوسون ويقولوا شوف راه صدير اذا ما عندوش ثوابت عدليه يتكلموا معاه وينعتوا له يقولوا يا ولدي هذا الشيء الخطره هذه رانا سامحناك ويطلب السماح، يروح للناس هذو يطلب منهم السماح باري كري كيما يقول واحد كتابين يقول لهم راني اذا ما حبش ولا كذا ما نتصرف مع الدوله وخلاص. هذه هي مي غدوه ان شاء الله نوعدكم باللي نتصل بمدير الشؤون الدينيه تاع ولايه وهران ونشوف وانا جهه عدو في هالقضيه هذه. والناس هذو نتاع المسجد هذو انا نشكرهم على كل حال، المساكن يخدموا كيما كانوا خلينا في محتاج بينيفول ما يخلصوش. ناس تجي باش كيما قال واحد تجي انت انسان يخدم على روحه تجي انت تهدو يا اخي لا ما هاش هكا. تلقى مسجد اخويا مقفول روح لمسجد اخر سيتو، ما عندكش حق انت. عندك اذا حبيت انت شفت باللي عوج وكاين عوج ولا كاين مشكل ولا منا اكتب المديريه اخويا، اكتب هز الاخر روح المديريه طبطب على المديريه، روح المدير قال ولدي انا نشت اليوم المسجد راه ما حلش باكزومبل باش نصلي بالظهر، شوف معاه هكا والمدير يشوف بلاك يعاقب الناس هذو. مي باش تجي انت بالقوه وتجي ولا تقول انا ما استعرفش بالدوله، هذه ديجا هذه ما استعرفش بالدوله ستون غير بليون، هذه القانون يعاقب عليها. كيفاش ما استعرفش بالدوله كذا سبحان الله، رانا في لاجانجل ولا ماناش في لاجانجل، الدوله كاينه دوله قايمه حتى ولو كانوا ناس ما يخدموش خدمتهم الله يسهل عليهم. من الاخرين هربوا راحوا كيما يقول هو راحوا لاوروبا، بصح حنا هنا ما نخافوش. يا ولدي واش ما تخافش رحم والديك انت يا مي، بعثوك جوج بوليسيه يكركروك يديروا لك كيما قال واحد يديروك ليميروت ويديوك للوكيل الجمهوريه يضربك ب 10 سنين يا راجل، واش ما تصعبش بالدوله انت يا نعل الشيطان يا محمد، نعل الشيطان يا راجل. جوج بوليسيه ما يبعثوكش 10، واش راح دير؟ راح تجيب لهم السيف يهم يقتلوك، يقتلوك وتفرط فيك والله هما مسلحين وانت تجيب لهم السلاح وتجي راح تولي ارهابي ما تصلحش. الانسان يشوف حاجه ماهيش في الصواب، مواطن من حقه عنده الحق يشكي، من حقه يكتب يشوف مع كيف اسمه مع المسؤولين، يكتب الوالي يكتب الاخر. هذه هي، مي باش يجي يقول انا نقتل وانا ما نستعرف حتى بواحد ما تصلحش ما تصلحش. الوغ ما نطولش عليكم، هذه هي اللي حبيت نقول لكم على السيد هذا. ان شاء الله من بعد بتاتر نرجع لكم سيغ ان اوتر سوجي ان شاء الله توت الوغ.